رواد الأعمال السعوديين حققوا نجاحات كبيرة في قطاعات عدة، وفي المدينة المنورة انطلقت المرحلة الرابعة من جولة التجارة الإلكترونية اللي تنظمها منشآت. طبعاً الجولة راح تكون في 13 منطقة إدارية. المحطة اليوم في مدينة أو المدينة المنورة، طبعاً هذه رابع محطة، سبقها محطة في جدة وأبها والرياض. الجولة قدمت ورش وجلسات حوارية لرواد الأعمال وجمعت الجهات الممكنة للقطاع. نهدف إلى توصيل رواد الأعمال بالمستشارين المتخصصين في عدد من المجالات مثل مجال التجارة الإلكترونية، الإقراض والتمويل، التخطيط والاستراتيجية وغيرها. الإجراءات والتسهيلات الحكومية جعلت السعوديين يقبلون على القطاع الفترة الماضية. نرى حقيقة تطور كبير في من قبل الشباب السعودي في الدخول في مجالات ريادة الأعمال وإنشاء مشاريع خاصة بهم. التجارة الإلكترونية سهلت الدخول لسوق الإلكتروني وسهلت على رواد الأعمال إنهم يتواجدوا ويوصلوا للعملاء حقتهم، شريحة العملاء الخاصة فيهم. ما يحتاج إنهم يكون عندهم مكان فعلي أو إنهم يعني يفتحوا محل. المملكة تشهد طفرة كبيرة في عدة مجالات، وصار السعودي ينافس في كل مجال محلياً وعالمياً.